بصوا انا لن افرط في الفرحه، برشلونه كسب نابولي بس خلاص 4-1. انا مش هجود عشان نبقى على بلاطه كده، عشان بس ايه، البايرن شال تشيلسي من على وجه الارض تقريبا. 4-1 الماتش خلص 4-1 ولا كام؟ ماتش البايرن اهو قدام حضراتكم على الشاشه، البايرن وتشيلسي 4-1 ماشي، وبرشلونه خلص كده النتيجه خلص 3-1 ماشي، يبقى 4-1 ماتش البايرن وبرشلونه ونابولي 3-1 خلص اللقاء. لونج لي، وانا شفت الجون بتاع ميسي طبعا والجون بتاع سواريز. بص عشان بس نجيب من الاخر، اي مكسب لبرشلونه انا بالنسبه لي مكسب وهمي لحد ما يمشي كيكي ستيان خلاص كده، ولحد ما نقابل بايرن ميونخ انا مش هفتح بوقي. في ادب اكتر من كده؟ مش ادب اكتر من كده. لكن لو انت فاكر ان انا ممكن ابالغ في الفرحه تبقى انت فاهم غلط. احنا لولا الكائن ده العمليه ما كانتش تمشي. ملوش علاقه والله. الجون التاني ده اقسم بالله لو لعيب في الدوري المصري جابه وكتاب الليله يشق هدومه ويطلع يضرب علينا نار، ويطلع بص مش يضرب، يطلع نار من بقه، وما كلمش اصحابه، ما كلمش الناس اللي معاه في الفرقه، ما كلمش الناس كلها، وعقب ما خصم الناس وممكن ينهي عقده ويبطل كوره. ملوش علاقه يا جدعان بالناس، ملوش علاقه. فده ما بيتبنيش عليه حاجه، ها يعني ميسي ده ما بيتبنيش عليه حاجه تقول انه ايه، انه برشلونه كسب. لا، هو ميسي كسب، ميسي كسب يا جماعه خلاص كده. فبرشلونه المفروض هيقابل بايرن، قصدي ميسي هيقابل بايرن. ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ ميسي مع تير شتيجن هيقابل بايرن. ايه اللي هيحصل؟ الله ورسوله اعلم. وان كنت يعني شايفها هتبقى لا بيقولوا عليها فضيحه بجلاجل المحناجل ديت، فسيبها على الله.